حبايب القلب مساكم الله بالخير، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم قررنا نطلع بالقطار مع ان السياره موجوده، لكن قلنا بنطلع بالقطار على مدينه اسمها بون. هذا قطارنا الحين طالع على مدينه اسمها بون، بنطلع عليه نشوف مدينه جديده قريبه. لا والله مو بهذا قطار، هذا حق نقل. شوف قطار النقل كيف هذا يحلو فيه امور. هذا قطار نقل، اسف قطارنا بعده ان شاء الله. رحلتنا من الاقلاع و46 الحين 44 عاد نستناه. نشوفكم ان شاء الله مدينة جديدة ان شاء الله تعجبكم، نروح نغطي فيها نشوف ايش فيها. اسمها بول. شوفوا هذا قطار نقل شحن. شوفوا من معاي في الرحلة، من معاي كفو عليك انت، ايش اسمك؟ أمل. اسمك أمل ايش؟ أمل ايش؟ الزهراني. أمل بنت رياض الزهراني. كفو يا شيخة، كفو. انت راكب القطار؟ ها وش هذا؟ هذا صورة. هذه صورة، ها يلا بالعافية. زين الصغار يا حلوة من الجالسين المؤدبين. شوف المحطة هنا، وصلنا هذه المحطة والله مشوار. ايش؟ هذه حلاوة. ايوه هذه الحلويات اللي اكلتيها بسم الله عليك طول الطريق. من غير حلويات الله يخف على الاسنان، صح؟ يخلف على الاسنان. ما شاء الله، هذه المدينة اسمها كون، سبق وزرناها انا وياكم يا حلوين. هذه تتذكرونها ولا لا؟ المره الماضيه زرتها. ارجع ان شاء الله مره ثانيه نزورها لكم. جميله كولن، فيها واحد من اكبر المساجد في اوروبا، اوريكم اياها ان شاء الله. تشوفون هنا شبك كامل على النهر مليان اقفال، اقفال الحب. قلت لهم والله ما لها داعي هذا الاقفال، الحب تكفيلته في القلوب. يجعلنا وإياكم من أهل القلوب الصافية. شوفوا أمير شكلنا ما راح نوصل والله. إيش السالفة يا أخوي؟ هذه ما صارت رحلة ترى. والله ما هي رحلة. ها؟ ما هي رحلة. هذا إحنا متمددين أبو زهرة متمدد وحالتنا حالة. صلاة طفشنا صراحة، طالت الرحلة. لو رحنا بالسيارة أحسن يا أخوي. آه والله، ما أنت اللي ما ودك تسوق. والله ما فيني سوق، أنا ما أحب أسوق. تعرفون القيصر ما يسوق. ركبنا بهالقطار العلة، حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا ابو امير في هذا اليوم. ودي وديتنا في هالقطار. مو الحق انت عليك اللي ما ودك تسوق. اي ما ابغى اسوق، متودينا في هالقطار. محترمين مؤدبين مكيفين. العالم كيف مسدحين، العالم مسدحين. احنا قاعدين هنا مسدحين صار لنا اربع ساعات. ايش السالفه ابو امير؟ الحق عليك عشان ما سويت علينا. ركبنا ب 9 دولار ترى، هذا قدوتهم قبل كم يوم اعطونا تذكره قال تشتريها ب 9 يورو تصير تلف في الدنيا كلها. هلا قاطمع. هلا هلا هلا. ارحب سدح خلك مسدح. عاد الله يخارجنا. متى بيجي القطار الثاني؟ الله اعلم. قالوا القطار مغرز ما ادري مبنشر، احنا بنوقف نروح نصلحه ونرجع. اخيرا وصلنا، والله ما بغينا نوصل يا جماعه الخير، ما بغينا نوصل. بس اللي مبين ان المدينه زحمه من قطارها. يقول لك ايش؟ يقول لك يبان على جعفر ديقنا شكل الديره زينه، من زحمه الناس يبان انها زينه. طبعا جدتي امل معنا هنا ماشيه لحالها بين الناس، تشوفونها لحالها. يلا بسم الله، يلا انك تعينها يا الله. والله لو خليتيني اشيلك وامشي معك من احسن. هات يدك. طيب هات يدك طيب نمشي سوا انا وانت. تبغى تمشي لحالك. مطعم الفايف جايز شوفونه، على طول شافوه البنات قالوا نبي فايف جايز يا بابا. ايش بتبغى؟ تقول انا هذا ابغى السيكل. ايش تبغين؟ تبغين السيكل؟ هدها فيه وخذ السيكل يا بنتي بيدك، خذ السيكل بيدك يا بنتي. الله يصلحك. افا 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 طيح الزهرانية، طيحها
طيح الصغيره صغيره تعالي 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 انت صغيره تعالي 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 خلاص 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 يا اخي اشتري لك واحد جديد يا قلبي يزعل يا ناس راب هاي ابن الحلال حرام عليك تزعلها حرام عليك تزعلها يا عمري انا ايش السيكل شوفي السيكل انا اعلمك السيكل هذا حق الولد مو حقه نشتري لك واحد سيكل جديد انا وانت خلاص نروح نشتري واحد جديد واحد حلو ايش واميره بعد كفو ايه تذكرت يا اختك تعجبيني اسمعي نشتري لك واحد بينك زهري ولا احمر ولا ازرق ولا اصفر نفس اللون هذا هذا اسود اسود خلاص نشتري لك اسود يلا تعالي ناخذ اسود يلا 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 مشينا مشينا اوه شوفوا 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 طابور طابور جماعة الخير على الشاورما حقتهم اوه ما شاء الله شكل شاورمتهم طيبة والله شوف الشغل فل بشر ما شاء الله زحمة عندهم دول شكل شاورمتهم زينة في الطابور كيف كثرة عالم صف الطابور انا هذه مدينة باون ولابون طبعا يوم الاحد يا جماعه الحلال يا جماعه الخير يوم سبحان الله كئيب في البلاد هذه كئيب جدا بالذات في المانيا يا رجال كل شيء يقفل لازم كل شيء يقفل ما في شيء فاتح حتى البقالات المحلات ما يفتح الا مطاعم كافيهات غيره كل شيء قافل يقول لك لدرجه انه هذا اليوم مخصص للنوم والراحه ممنوع انك تسوي ازعاج ممنوع انك تشغل غسالة الملابس في البيت او غسالة المواعين اي شيء يثير الصجة ويزعج الجيران ممنوع تماما تجيك الشرطة تسوي لك مخالفة هذا سنتر المدينة يا حلوين اعلام اوكرانيا طبعا في كل مكان في كل مدينة في اوروبا حتى مو في بس المانيا طبعا عادي اقل حق اقل ابسط حقوق الاوكران الله يعوضهم في بلدهم اللي راحت والله يا جماعه الخير اني ما قابلت اوكراني ما قابلت اوكراني واحد يقولنا مبسوط كلهم يبغون يرجعون بلدهم كثير ناس يقول جاتهم طاقه القدر يعني انه يروح اوروبا ويعيش في اوروبا اللي استانسوا اللي كان اصلا شحاذ اللي كان شحاذ في اوكراني شحاذ ممكن انبسط لكن الشعب الباقي اي انسان كان عنده اي شيء من الحياه يبغى يرجع لاوكرانيا الله يعيد اوكرانيا بس يلا صوري ماما صوري ماما وصوري بابا طيب صوري بابا ايوه صوري بابا صوره حلوه كذا وبابا يقول سوي كذا يلا كفو 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 يا التصويريات الحركات هذه من جد ما شاء الله عليها تصور صدق صور الجميع عمل أمير بسم الله عليها محترم يا أختي أنت شغلتينا في الحياة أنت شغلتينا للعلم هذه المدينة كانت عاصمة ألمانيا الغربية غلوني هالصغار إلا ملاهي إيش تبغين يا أمل وأنت يا أمير إيش تبغين تعالي بسرعة الحق الملاهي يا بنت الحق صدق ما حيصيح إلا أبو زهرة يوم أحد من أخراقته إلا أبو زهرة أشغلهم ما اسوت على ابو زهره جد الديره حبايبنا هذا الماب حق هذه المدينه القديم شوفوا كيف مسوينه طبعا احنا هنا عند هذه احنا الان هنا هنا الان بالضبط طبعا هذه الجامعه هذه جامعه بون القديمه هذه المدينه طبعا زي ما انتم شايفين هذول بنات الزهرين شوفوا من هنا يسبق يلا شذي هناك دزه 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 ازعجوا الالمان ازعجوهم ادعسي بسرعه المكان جميل بس انه يقفل كل شيء مقفل وهذا عيبه وهذه العله الحقني وامسكي امسكي يلا بمسك يلا اهربي اهربي يلا واحد اثنين ثلاثه واو شوفين الخريطه حقت المدينه سلام شوفوا مين راح تكت هنا شوفوا هذا المبنى شكله جميل وهذا المعلم الجميل هذا عبارة عن ايش يا جماعة الخير ما يفهم وش هالحركات علقوا لي على الفيديو وش سالفة وش ذا
يلا عمل واميره قرروا يكتشفون وشو هذا الشيء. شوفون هناك في حمامه معششه بسم الله علينا. وهذا البنات بيعششون هني بعد. ها تبي تعششون؟ ايوه يلا عششوا يلا. يلا يلا. طبعا هذه بلديه بون القديمه شوفوها. هنا انت تقدر تقول في السنتر حق المدينه شوفوا. انا معي هالقروش هذول البنات. لا تزال الافاعي وهالامور موجوده في اغلب المعالم الاثريه القديمه في اوروبا. سبحان الله. هذه بلديه بورن القديمه. شوفوا كيف جمالها. Back away, back to my younger days, those old songs. You. الله ما أجمل هالمكان يا إخوان. شوفون حلو السنتر حقهم بس إنه هادي لأن يوم الأحد. عندهم محلات كثيرة للشوبينج. ممير عجبتها تقول شكلها حلوة للشوبينج. خلنا نجي هنا أيام الأسبوع ما تدري ذيبان أجيبها هنا في الويكند يوم الأحد يوم كل الناس مقفل. والله مقفلين يا مميرة سامحيني ايش اسوي؟ ايش في؟ رجلك تعورك؟ ايش تبغين طيب اذا رجلك تعورك؟ ايش؟ اشيلك؟ هذا الحوار حقه رجلي تعورني شيلني يلا اشيلك يلا يلا اشيلك يلا. شلتها يوم شافت الكلب قالت خلاص رجلي ما تعورني خليني اروح الحق. بيعضك بيعضك يا كلب بيعضك 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 الكلب يا امل بيعضك. العجوز ما تبغى احد يقربها. ها تعورك رجلك الحين؟ لا الا تعورك تعورك ولا لا؟ ايه ان شفت الكلب على طول رجلها صارت معها تعورها. تبغاني اشيلها؟ هذه قروشه العيال صراحه. ولا اني من الناس اللي احب اقول اسحب العربيات معي. ما اطيق العربيات. فاحب انهم يمشون يعني. واقعد اتشيلهم انا نص اليوم. والله خارجنا من شيلت. والله خارجنا من شيلت. واو زهر جالس يعبي بنزين اخي. والله جو هذا يا رب يسعد النعمة عندنا بالسعودية. شوفوا يا حبايبنا ما أجمل هذا المكان.
توني شفته الحين وانا بالسيارة. بسم الله العظيم جنة ما شاء الله خضر. تبون ناخذ الطريق مع بعض سوا؟ شوف لا اله الا الله. شوفون الجو